مرحبا جميعا بكورس جديد. اليوم رح نبلش بال 3DS Max الدرس الأول. حاليا رح نشتغل على نسخة 2019 مثل ما نحن شايفين، لأنه هاي النسخة خالية من الأخطاء، فيها شغلات مسهلة علينا الشغل، بالإضافة لأنه ما فيها أي مشاكل بالنسبة لتصدير الملفات. طيب، بداية نحن فتحنا ال 3DS Max، بدنا نتعلم على الواجهة تبعه. طيب، بشكل بسيط رح نشرح هاي الواجهة بهاي الطريقة. مثل ما احنا شايفين الانترفيس تبع 3DS Max هي كالآتي. رح نحكي بشكل مبسط انه هي مقسمة لخمس اقسام اساسية. عنا القسم الاول هاد واحد يلي هو عبارة عن الربن او التول بار، من خلاله رح نلاقي في الادوات يلي ممكن نستعملها بال 3DS Max لاحقا خلال الدروس. طيب، الجزء الثاني ألا وهو هاد القسم، هو عبارة عن المين بانل. من هون بال 3DS Max حيكون كل شي عنا شغل، كل شغلنا بال 3DS Max حيكون من هاد المكان. أي شي بدنا نبلش فيه نعمل له موديل، فنحن رح نضطر نجي للمين بانل لحتى نقدر نشتغله. بنفس الوقت نحن نسميها كمصطلح جانبي هو البرين أو العقل، لأن هذا الشيء من الماكس بيتحكم بكل شيء داخل هون. طيب، هاي الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الثالث هو عبارة عن هاد المستطيل اللي شايفينه نحن تحت مثل ما محدد، وبينقسم لثلاث أقسام. أول قسم هو الكاميرا كنترول. تمام، هون نحن نتحكم بإعدادات الكاميرا، مبدئيا ما رح نتوسع فيها. الجزء الثاني هو هاد اللي رح تلاحظوا فيه بقلبه شريط أو عداد، بالإضافة لشوية إعدادات. هدول نحن رح نسميهم الانيميشن سيتينجز اللي هن الإعدادات الخاصة بالانيميشن. أما ثالث قسم بالنسبة له فهو الكودينج أو سكريبتينج اللي حيكون خلال الماكس، رح نتعلم على جزء كتير بسيط من خلاله بإذن الله بالدروس القادمة. طيب، ففعليا هو هاد القسم الثالث. أما القسم الرابع من الواجهة فهي حتكون الورك سبيس. تمام، مثل ما احنا شايفين الورك سبيس هي مكان العمل تبعي يلي مقسم لأربع نوافذ مثل ما احنا شايفين، 1 2 3 4. طيب، ال 3DS Max لما يتعامل معك بهدول الأربع نوافذ، هذا الشيء نحن هنشتغل عليه أو لا؟ فعليا نحن رح نشتغل على نافذة واحدة فقط، ومن هاي النافذة رح ننتقل على النوافذ الثانية بعدة اختصارات رح نتعلمهم خلال شغلنا. طب شو ممكن يفيدنا هذا الشيء؟ هذا بيعطينا سرعة عمل وسهولة بالتعامل، وبنفس الوقت وأهم شيء هو الاحترافية. تمام؟ طيب، خلونا نفصل بهاي الواجهة شو فيها وشو موجود فيها. طيب، إذا بتلاحظوا إنه الواجهة اللي عم نشتغل فيها في حواليها مثل خط أصفر، تمام؟ بينما البقايا ما في حواليهم أي شيء. أما هي الواجهة في حواليها خط أصفر، معناها أنا قاعد بهي الواجهة. شو اسمها هي الواجهة؟ هي البرسبكتيف. حالياً هي محطوطة بوضع المنظور. إذا بنطلع لغير واحدة بنلاقي مثلاً محطوطة على الفرونت، ألا وهي الواجهة الأمامية يلي هون حنلاقيها توب اللي هي موقع عام، وهون رح نلاقي الليفت اللي هي الواجهة اليسار. طيب، بالنسبة للإعدادات الثانية اللي موجودة هون، فالستاندرد هي طريقة عرض الأوبجيكتس أو العناصر بداخل ملف العمل. أما الديفولت شيدينج فهي مختصة بالبيئة تبع العمل تبعي، إذا كان أنت بدك تحاكي الواقع أو لا أنت وعم تشتغل موديلينج. طيب، حلو كتير. فهي هي الواجهة بشكل مختصر جداً. ما حدا يستصعب الأمور، لأن هدول الأدوات كلاتهم رح نستعيدهم باختصارات. كمان نفس الشي المكان يلي هون أو الأدوات يلي موجودة هون كمان رح نستعيدها بالاختصارات. نفس الشي طريقة التعامل مع الورك سبيس أو مع هالإعدادات هي كلاتها، رح نتعامل كلاته بشكل احترافي تماما، ما رح يصعب علينا أي شي. طيب، بعد ما احنا شفنا الواجهة وتعرفنا عليها، خلونا نروح على الماكس. مثل ما احنا شايفين في عندي هاي الواجهة، هاي التول بار، عندي المين بانل، وعندي هاي للانيميشن والكاميرا سيتينجز. طيب، حلو كتير. مثل ما احنا شايفين هون في عندي عدة نوافذ بهي الطريقة. نحنا قبل ما نعمل اي شي بال 3DS Max لازم نحنا نضبط البرنامج
بحيث نظبط اعداداته لحتى ما نوقع بفخ انه هاي المشكلة ليش صارت، او هاي المشكلة كان فيك انت تحلها من قبل ما انت تبلش شغل. طيب لحتى نبدأ شغل رح نروح على Customize من فوق، رح ننزل على شيء اسمه Preferences. تمام، رح ندخل على Preferences. اغلب العالم بتقول انه انا كم مرة فيني اعمل Ctrl Z بالبرنامج، بالفوتوشوب كان في 1000 مرة، اما بال3ds Max حتلاقوا الاندو اقصى حد هو 500، هو بيكون محطوط عندكم 50 غالبا، فاحنا بكل بساطة رح نعمله 500 اللي هو اعلى حد بالماكس. رح ننزل حاليا للفايلز النافذة الثانية، رح نلاقي هون تحت منلاقي شيء اسمه Auto Back. في عندي هون مستطيلين، الأول مكتوب فيه 3 والثاني محطوط فيه 20. طيب هدول الأرقام طبعا حيكون عندكم غير غالبا. الـ Number of Auto Back Files هذا كم نسخة احتياطية عم يعملها الماكس خلال العمل. أنا هون قايله أنه بدي 3 وأنتوا لا تحطوا رقم أكبر. ليش؟ لأن الماكس كيف بيتعامل مع هذا الأمر؟ لما يبلش يشتغل بيعمل هو بداية فورا نسخة احتياطية. لما يوصل لمرحلة معينة، شو هي هي المرحلة المعينة؟ هي هذا الرقم. هذا الرقم هو عدد الدقائق لحتى يعمل أوتو باك، يعني أنا كل 20 دقيقة حاطه يعمل لي أوتو باك جديدة. طب أنا عملت أول واحدة، بعد 20 دقيقة لحاله عمل سيف وساوي واحدة تانية، بعد 20 دقيقة ساوي واحدة تالتة. طيب بعد 20 دقيقة ما رح يساوي واحدة رابعة، لا رح يمحي الأولى ويحط بدالها الرابعة. تمام؟ هاي بالنسبة لشرح الأوتو باكس. طيب فهذا رقم خلوا 3 وسطيا. بالنسبة للوقت أنا بالنسبة لي حاطه 20، أنتوا فيكوا تحطوه مثلا 10 تقللوا الوقت، يعني منشان اللي بينسى يعمل سيف كتير يخلي الرقم خفيف، كل شوي بتلاقوا عم يعمل شيء اسمه أوتو سيف. تمام، هاي كل شيء بالنسبة للأوتو باكس. طيب رح نروح على النافذة الثانية ألا وهي الفيو بورتس، رح ندخل عليها. هون بهمني أنا شغلة واحدة ألا وهي Selection Highlights. هذا شو بيفيدني؟ خلينا نروح على فرض أنا بدي أرسم شيء، بتلاحظوا أنه في عندي أنا Highlight حوالين الأوبجكت، في مضوي هذا العنصر. تمام، فمثلا إذا أنا رسمت عنصر آخر ودخلته بقلب هذا العنصر بلاحظ أنه لساته عم يضوي، أما لما بطلع بيروح، ولما أقرب على الأوبجكت الماوس بتلاحظوا أنه صار أصفر، فهذا اسمه هايلايت. أنا بالنسبة لي هذا الشيء كتير مزعج، فأنا كيف بدي طفي؟ رح برجع على Customize Preferences، رح بدخل على Viewports، ومن هون Selection Preview Highlights رح طفيها بكل بساطة وبقول له أوكي، هلأ صار فيني أنا أشتغل بكل أريحية بالبرنامج. طيب مبدئيا ما رح نشتغل شيء. هلا هي اول شغله ضبطناها بال3ds Max. الشغله الثانيه اللي رح نضبطها الا وهي الوحيدات. انا لما عم بشتغل هون عم برسم بوكس، انا شو بيعرفني هذا البوكس ارتفاعه كان 50 انش ولا 50 سنتي ولا 50 متر او 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 الى اخره. طيب رح فوت على كاستمايز. تمام، في شيء اسمه يونت سيت اب، يونت سيت اب رح بدخل عليها. مثل ما انا ملاحظين هون في عندي 3 شغلات، من اول واحدة بتختاروا المتريك، هو بيكون محطوط على الجنرال يونتس او كاستم، رح نختار المتريك، ومن المتريك رح نختار السنتيمترز. تمام، رح نشتغل من يوم ورايح بالسنتيمتر. طب ليش؟ لان 90% من البرامج الاخرى رح تعتمد على العمل بالسنتيمتر خلال البرنامج، وهذا الشيء اسهل بالنسبة للفواصل. في حال انا حبيت احط ارتفاع مثلا 5 متر ونص، فأنا بحطها 550، ما لي مضطر حط 5.5 مثلا، أو لما بدي حط شيء تحت هذا الرقم مثلا بدي حطها 50 سنتي، فما بضطر أكتب أنا 0.5 أو بتعامل بهي الفواصل كلها، لا بخلص منها وبتعامل أنا بأرقام نظامية صحيحة مثل ما بدي. طيب بعد ما نحن ضبطنا الواحدات وضبطنا أمورنا، هلأ صار فينا نحن نشتغل بال3ds Max. طيب ما رح نبلش فورا بشغل العناصر، بداية رح نحكي عن العقل، كونه أكتر شي بيهمني أنا بقلب الماكس هو هالمنطقة هي. طيب هي المنطقة مقسمة لعدة أقسام مثل ما أنا شايفين، فوق في عندي شوية رموز، تحتها كمان رموز، وتحت في عندي قائمة مسدلة، ننزل لتحت في عندي شوية عناصر وشوية خواص. طيب هذا الشيء أنا رح بشرحه بهذا المكان. خلونا نشوف هون الأدوات الأساسية.
بهي المنطقة. حاليا أنا رحت أخذت هي الشقفة ونزلتها بهذا المكان لأن أكثر شيء بتهمني هي هي القائمة. طيب مثل ما أنا شايفين بالبداية في عندي 5 رموز، نحنا بدنا نحفظ من أول 2، أول واحدة وتاني واحدة. أول واحدة اسمها create مثل ما أنا شايفين، يعني إنشاء. أنا لما بدي أرسم أي شيء بقلب الـ 3ds Max فأنا رح برسمه حصرا من create. طيب القسم الثاني هو الموديفاي. الموديفاي هو التعديل على الشكل اللي انا رسمته، يعني انا لما بدي ارسم مثلا بوكس ابعاده 50 × 50 × 50 واضطريت مثلا انا اعدل ارتفاعه، بدي اخلي ارتفاعه 60، فانا لوين بروح؟ بروح لعند الموديفاي وبروح بشتغل بهذا التعديل على الاوبجكت. طيب اما ما تبقى من رموز ما راح نقرب عليهم حاليا ابدا. طيب بعد ما خلصنا من create و modify رح نلاحظ انه في عندي كمان رموز باسفلهم. طيب رح بيجي لهون اول رمز هو ال 3D، رح نحفظ انه اول رمز رح يعطيني اشكال 3D، تاني رمز رح يعطيني اشكال 2D، الثالث هو ال lighting يلي هو الاضاءة، الرابع هو الكاميرا يلي هو الكاميرا، واخر واحد اللي هو الهيلبرز الادوات المساعدة. طيب انا هدول كيف بدي احفظهم؟ رح ساعدكم بهالقصة انه انا في عندي اول شيء ال 3D صح؟ رح روح على الماكس وادخل لهون، اذا بقرب لهون وبكبس بلاي طلع عندي هدول الاعدادات. هون شو موجود؟ موجود كل شيء اشكال 3D اساسية، يعني عندي البوكس على سبيل المثال. حاليا ما رح نتعلم طريقة الرسم او السلكشن او التحريك او الى اخره، هاد للدروس القادمة، احنا بس هلأ عم نتعلم اساسيات. طيب مثلا في عندي السفير اللي هي الكرة، او في عندي الكون اللي هي القمع تمام، او في عندي مثلا السلندر اللي هي الاسطوانة. مثل ما انا شايفين كل هدول الاشكال هن عبارة عن اشكال اساسية. طيب نحن لما رسمنا عناصر منلاحظ انه حطلي هون واجهة الفرونت، مثل ما انا شايفين حطلي هون التوب تبع هذا الشيء، حطلي هون الليفت الواجهة اليسار من هذا الشيء الـ 3D. طيب هدول كلياتهم اتفقنا انه نحن بدنا نشتغل بوحدة وننتقل منها للباقي. طب حاليا انا رح بشتغل بوحدة، رح طبق هذا الشيء من خلال الاختصار هو Alt W اللي رح يعمل لي شيء اسمه Expand Window. طيب رح روح لهون، انا طالما محدد هاي الويندو وانا عم بشتغل فيها رح بضغط على Alt W فرح يعطيني شيء اسمه Expand، فصار انا عندي شاشة كاملة لشو؟ فقط لاشكال ال 3D، فيني اتحكم فيها بالطريقة يلي بدي اياها. طيب بعد ما خلصنا من هدول اتفقنا انه اول واحد لل 3D، الثاني هو للاشكال ال 2D، رح بدخل عليه للاشكال 2D. لاحظ انه في عندي لاين، في عندي سيركل على سبيل المثال، في عندي ارك اللي هو قوس، اللاين مثل ما انتم شايفين، في عندي مثلا ريكتانجل، يعني اشكال 2D بهذا الشكل. اما الثالثة فهي اللايتنج، والرابعة هي الكاميرا. هدول الرمزين ما رح نقرب عليهم هلا ابدا ابدا، لان هدول خاصين بشيء اسمه برنامج الفيري، او هو بلوج ان فيري رح نستعمله من خلال الريندر، فهدول الاثنين ما رح نقرب عليهم لكن موجودين. اخر واحد الرابع اللي هو الهيلبرز اللي هو الادوات المساعدة، في شغلة كتير حلوة الا وهنن التيب يلي هي عبارة عن القياس او شريط القياس، خليني لكم مسطرة، والتانية هي الكومباس. الكومباس هي عبارة عن بوصلة، بكل بساطة انا اذا ما بعرف وين الشمال بكبس كبسة فبيطلع لي الشمال بالمشروع، او مثلا بكبس وبسحب فرح يطلع لي بوصلة. هي البوصلة ما بتطلع من خلال المشروع، يعني ما بتطلع بالريندرينج لما بدنا نساوي صورة واقعية او شيء، هي عبارة عن شيء وهمي فقط دلالي تمام، مو اكتر من هيك. طيب فنحن هون فعليا تعرفنا على ال5 رموز يلي بتهمني من خلال المين بانل. طيب خلونا ننزل لتحت رمز تاني الا وهو هي القائمة المنسدلة. منلاحظ لما نفتحها في عندي عدة خيارات. شو هنن هدول؟ هدول هنن عبارة عن objects تمام.
فعليا من هاي القائمة كلها بدي فقط أول ثلاثة. رح نستعمل أول ثلاثة من هلأ لنهاية 3DS Max. مثل ما أنا شايفين أنا رحت أخذت فقط أول ثلاثة، خليت لكم ياهن بهذا الملف لحتى تعرفوا شو بدنا نستعمل منهم بالضبط. طيب شو فينا هدول الثلاثة؟ إذا بتلاحظوا في عندي شيء اسمه Standard وشيء اسمه Extended وشيء اسمه Compound. تمام، الستاندرد شو بيقصد فيها الماكس؟ بيقصد لما تكون انت فايت على الستاندرد فهو عم يعطيك الاشكال الاساسيه بالهندسه او بالحياه بالواقع. تمام، مثل ما انا شايفين عم يعطيني اشكال اساسيه. طيب خلونا نفوت على الاكستندد مثل ما حاطين هون. بدخل على الاكستندد فهو رح يعطيني فعليا شغلات ثانويه. يعني على سبيل المثال انا عندي هذا اسمه بوكس له حواف حادة، رح باخد مثلا التشامفر بوكس. شو الفرق بيناتهم؟ التشامفر بوكس هو عبارة عن بوكس بس بحواف شو، خليني اقول انه مشطوفة. تمام، ممكن مثلا يكون في عندي شكل مخمص، يعني هذا الشيء ما له اساسي بالواقع او بالحياة. في عندي شيء اسمه توروس هيك شكل فقط فايت بقلب بعضه. ممكن تلاقوا عنا كابسول اللي هي كبسولة ممكن تفيدنا بشيء كتير، يعني أشكال ثانوية تماما. أما الكومباوند أوبجيكتس فهي فعليا ما لها عبارة عن عناصر، لا هي عبارة عن أوامر تعديل بالنسبة للماكس. حاليا ما رح ندخل فيها وما رح نشرحها، خلونا نكمل للشغلات التانية بالضبط. طيب مثل ما أننا ملاحظين في عندي هون الـ 3D، هي فعليا اسمها مو 3D، هي فعليا اسمها جيومتري. خليني امحي هذا الشيء، اسمها جيومتري مثل ما لي كاتب لكم هون. وال 2D هي اسمها شيبس، اما ال L هي لايتنج، وال C هي الكاميراز، وال H هي الهيدبرز. طيب ليش انا عم بشرح هدول الاسماء؟ لما اقرب انا لهون بخلي الماوس بدون ما اكبس بلاحظ انه هي اسمها جيومتري، هي اسمها شيبس، هي اسمها لايتس. طيب حلو كتير، رح برجع لهون هلأ. بلاحظ انه الجيومتري اختصارة جي، والشيبس اس يعني اول حرف من كل واحدة ال سي اتش الى اخره. طيب هدول الاختصارات يلي شايفينه قدامكم هدول ما بنستعملهم ابدا الا مع الشيفت. طيب شو وظيفتهم؟ وظيفتهم انه يخفوا العناصر المرتبطة فيهم. يعني اذا ضغطت شيفت جي رح تلاحظوا انه اختفى كل شيء متعلق بالجيومتري، شيفت اس رح يختفي كل شيء متعلق بالشيبس. خلونا نجرب، مثلا هذا كل شيء 3D هو جيومتري، شيفت جي بلاحظ انه اختفى. تمام، طب كيف بدي رجعهم؟ شيفت جي مرة ثانية بيرجع لي اياهم. مثلا هي عناصر 2D، شيفت اس بلاحظ انه اختفوا، تمام رح رجعهم كمان بالشيفت اس. هدول عناصر الهيلبرز، فشيفت اتش بلاحظ شو صار، انه اختفوا كمان بالطريقة نفسها بنرجعها لهون. طيب خلونا نرجع نكمل. اتفقنا احنا بعد ما عملنا expand window هلأ رح نتعلم كيف ندخل على elevations. رح بروح على 3ds max. الواجهات بكل بساطة بنتعامل معها بأول حرف من كل واجهة. على سبيل المثال بدي روح على الواجهة الأمامية اللي هي الفرونت فبضغط F. تمام، ملاحظ انه طلعت عندي بهذا الشكل. بدي روح على اليسار بضغط L. طيب ملاحظين انه هون في عندي شيء اسمه VK وVR. هدول ال K هي الواجهة الخلفية، ال R هي الواجهة الرايت. تمام، اما ال B هي البوتوم هي من الاسفل، ال T هي التوب، وال P هي البرسبكتيف. خلونا نجربهم هون. VR رح يعطيني الواجهة الرايت، اذا بنطلع على الزاوية بنلاحظ مكتوب رايت. كبست التي بلاقي هون صار مكتوب توب. بدي ارجع على البرسبكتيف رح بضغط بي، بلاحظ انه رجع لي على البرسبكتيف اللي هو المنظور. هلا هيك بيكون خلص درسنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. فقط تقدمه سريعه لل 3ds max. الدرس القادم رح نتعلم كيف نرسم العناصر وكيف نتعامل معها بشكل احترافي. نلقاكم بالدرس القادم.